منو اللي بعدك عن هاي الساحة؟ واحد أبد؟ لا أبدا. التهيت أنا لفترة، أنا صار يعني تمرضت كل شيء هواي، ألف سلام عليك. بالكلى ويعني أمور، فصرت أطلع من عملية أدخل بعملية، ما أعرف يوم وليلة إيش قاعد تبقى، ظليت سنة. هاي كانت شوية مأخرتني، وبعدها صار عندي انتقال من بلد لبلد، إنه أنا كنت ساكن بدبي عايش، ومريت بظرف مادي، بعدين رجعت لبغداد. فكان يعني عندي الخطة الأولى إنه أنا يعني لازم أرتب حياتي الخاصة حتى أقدر أبدع بحياتي الثانية، بالضبط. يعني موضوع البيت والكذا والسيارة. عيب تقول انت ما عندي وانت اسمك ايش كبراته، يعني لو تروح تدق الباب على احد وتقول ما حد يقدر انه انت كنت بظرف. لا ويكذبوك، ما مستحيل ما عنده، يعني الشيء اللي انت بيه اكبر من هيك بهواي.